عملية ناجحة لمداهمة أحد البيوت بأكادير، حيث تم حجز أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية كانت ستستعملها خلية إرهابية في تنفيذ عمليات اغتيال شخصيات سياسية وعسكرية ومدنية وفق بلاغ لوزارة الداخلية صدر أمس. وقد تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في إطار التصدي الاستباق للتهديدات الإرهابية من تنفيذ هذه العملية الناجحة كما تبين الصور من أكادير، عملية مكنتها من حجز عدد مهم من المسدسات والخراطيش والحواسيب وآليات كانت ستستخدمها عناصر نفس الخلية الإرهابية لزعزعة أمن واستقرار المملكة. وبنفس النجاح والفاعلية تمكنت عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الوصول إلى المكان الذي كانت تخبئ فيه عناصر الخلية الإرهابية ببجعة مواد قابلة للتفجير. وبطنجة عملية ثالثة تكلل بالنجاح، مكنت من حجز حواسيب وآليات للاتصال ومبالغ مالية كانت نفس الخلية الإرهابية تعتزم استغلالها في تنفيذ مخططاتها الإجرامية، ومن ضمن ما كانت تخطط له مهاجمة بعض العناصر الأمنية للاستيلاء على أسلحتها الوظيفية وفق ما أورده بلاغ وزارة الداخلية الذي أكد تورط عناصر هذه الشبكة في مبايعة الخليفة المزعوم لما يسمى بالدولة الإسلامية وتورطهم في استقطاب وتسفير بتمويل خارجي شباب مغاربة إلى المنطقة السورية العراقية للالتحاق بصفوف هذا التنظيم الإرهابي، وسيقدم المشتبه بهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. ومرة أخرى تثبت الأجهزة الأمنية ببلادنا يقظتها وحرصها في التصدي لكل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المملكة، أجهزة مشهود لها بالنجاعة والاحترافية.